مساء الخير وأهلا بكم. فيما الحراك الدولي في اتجاه المنطقة متشعب الأطراف وضمنه زيارة وصفت بالمهمة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على رأس وفد كبير لدمشق غدا، وفي وقت تتحضر تركيا والجزء التركي من قبرص لمناورات عسكرية واسعة في المنطقة وأمام أعين اليونان ووسط ترقب فرنسي لما يجري، تتسارع الاتصالات والمشاورات على المستوى المحلي اللبناني على خطين: الأول تحسبا لأي سلبيات أو تداعيات للمجريات الإقليمية، والثاني هو مسار المشاورات التي تنصب الآن على حسم شكل الحكومة بين أن تكون حكومة تكنوسياسية من غالبية وزراء اختصاصيين مع عدد محدود وغير مستفز من السياسيين، وبين أن تكون حكومة اختصاصيين يسمي وزراءها الأفرقاء السياسيون، على أن تشكل الحاضنة السياسية التي سمت الدكتور مصطفى أديب لرئاسة الحكومة الحاضنة السياسية الواسعة لها. ولقد تقاطعت المعلومات على أن هذه المشاورات انطلقت على مختلف الخطوط السياسية لإنضاج تأليف الحكومة ضمن سقف زمني يفترض ألا يتعدى 9 أيام المقبلة. ولقد تقاطعت المعلومات على أن هذه المشاورات التي انطلقت ستنتهي قريبا. في هذا الوقت تستمر فرق الإنقاذ منذ 9 صباحا في عملية رفع الأنقاض في الجميسي، حيث رصد نبض تحت الركام، فيما أعلنت قيادة الجيش أنه تم معالجة كمية نترات الأمونيوم التي وجدت في المرفأ منذ أيام والبالغة 4 أطنان و350 كيلوغرام، وقد عملت وحدات فوج الهندسة على تفجيرها. أمنيا، توقيف خلية إرهابية كانت بصدد تنفيذ عملية أمنية وأميرها استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة كفتون. تمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي كانت في صدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني. وأظهرت التحقيقات أن أمير تلك الخلية هو الإرهابي المتواري عن الأنظار خالد التلاوي، الذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة كفتون التي وقعت بتاريخ 21/8/2020. ويأتي استئصال هذه الخلية ضمن إطار العمليات الاستباقية والمتابعة الدائمة للتنظيمات والخلايا الإرهابية المرتبطة بها. وقد تم توقيف عناصر الخلية الإرهابية في سلسلة عمليات أمنية في منطقتي الشمال والبقاع في تواريخ مختلفة، وتبين أن هؤلاء تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تم ضبطها ونفذوا سرقات عدة بهدف تمويل نشاطات الخلية المذكورة. البنك الدولي يوقف تمويل مشروع سد بستر الذي عرضه مدافعون عن البيئة وبعد تحركات واعتصامات عديدة. سقط سد بستر. فقد قرر البنك الدولي وقف تمويل مشروع بناء سد بستر حسب ما أعلنت المؤسسة المالية الدولية، مشيرة إلى أنها أبلغت الحكومة اللبنانية هذا القرار، وسببه الرئيس هو عدم إنجاز البنود التي تشكل شروطا مسبقة للبدء بأعمال بناء السد. ولطالما عرض ناشطون بيئيون ومجموعات مدنية هذا المشروع الذي كان يهدف لتوفير مياه الشرب للعاصمة بيروت، وتبلغ قيمة الجزء الملغى من القرض 244 مليون دولار أمريكي، ويدخل الإلغاء حيز النفاذ فورا. صرخات الأهالي والاعتراض على إقامة مشروع سد بستر لاقى أذانا صاغية، وبعد إلغاء القرار ودخوله حيز التنفيذ فورا، بدأ المغردون في تويتر يتفاعلون مع قرار الإلغاء معتبرين أنه انتصار بيئي. وأصدرت الحملة الوطنية للحفاظ على سد بستر بيانا جاء فيه وردنا بأن الإدارة العليا للبنك الدولي في واشنطن رفضت أي تمديد إضافي لمشروع السد. لذلك تعلن الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بستر سقوط صفقة السد بإرادة الشعب اللبناني، فهنيئا للبنان بمرج بستر، مبروك. وقد تفاعل معظم المغردين مع سيف بستر واعتبرت التغريدات المناهضة للسد أنه انتصار للبنان.
وتعليقا على قرار البنك الدولي غرد نائب جبران باسيل عبر حسابه على تويتر قائلا: سيأتي يوم تطالب فيه الدولة اللبنانية ومعها كل أهالي بيروت وجزين وصيدا وشوف وبعبدة وعلي بتمويل سد بسري، سيسقط النكد السياسي وستظهر الحاجة للمياه، عندها لن ينفع البكاء ولن يجدي العودة إلى نفس السد وبنفس الشروط، وعندها ستكون الكلفة أعلى بكثير، هكذا أفلس لبنان، ختم باسيل. لليوم الثالث على التوالي وصل عمال الإنقاذ التنقيب واستنقاد مبنى متداع في بيروت أملا في العثور على أي أحياء رغم مرور أكثر من شهر على الانفجار المروع الذي ألحق دمارا بالعاصمة بيروت، ولم يتمكن بعد حوالي 50 عاملا ومتطوعا من بينهم فريق متخصص من تشيلي من تحديد موقع أي شخص حي وسط الركام بعد أن رصدت أجهزة استشعار يوم الخميس علامات على أنفاس وسخونة، لكنهم قالوا أنهم سيواصلون العمل ما دامت هناك أي فرصة مهما كانت ضائلة لنجاة أحد وضيق دائرة البحث. وكان الدفاع المدني انضم إلى الفرق التشيلية والفرنسية في عملية البحث، وقال جورج أبو موسى مدير عمليات الدفاع المدني لرويترز في عملية الإنقاذ هذه: لا مجال لأن تفقد الأمل ولا مجال أن تقول أن هناك أمل 100%، مضيفا أن هناك خطرا كبيرا على الفريق فالمبنى متداع كثيرا. وبعد شهر على مأساة انفجار بيروت غرد الرئيس المكلف مصطفى أديب عبر تويتر قائلا: أستذكر بألم أرواح الضحايا الذين سقطوا وجروح عائلاتهم، وكم خلف هذا الانفجار من حزن في قلوب اللبنانيين، ونحن نضمد جراحنا، علينا أن نقف متحدين خلف الأمل بالغد والثقة بقدرتنا على النهوض والإصلاح وبناء دولة تلبي طموحات الجيل الجديد، فيما نلتزم المضي في التحقيقات حتى تقول العدالة كلمتها الفصل. أعلنت قيادة الجيش أنه تمت معالجة كمية نترات الأمونيوم التي وجدت منذ أيام في مرفأ بيروت والبالغة زينتها 4 أطنان و350 كيلوغرام، وأوضحت القيادة أن وحدات فوج الهندسة عملت على تفجيرها في حقول التفجير التابعة للجيش. بعدما أعلن أمس عن بنية تحتية مهترئة في مطار رفيق الحريري الدولي، المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم أجرى كشفا في المطار على منشآت الكهرباء والوقود ومياه الأمطار بحضور رئيس المطار ومدير الطيران المدني بالإنابة فادي حسن ورئيس شركة ألف ماد مارون شماس، واستمرت الجولة نحو 3 ساعات ولا سيما في المنشآت النفطية والتي تديرها شركة ألف ماد وتزود من خلالها الطائرات بالوقود. وقد اتخذ القاضي إبراهيم قرارا بتكليف الشركة المعنية بالقيام بأعمال التأهيل اللازمة فورا من دون أي مهلة على أن تتم تسوية الأوضاع المالية الناجمة عن هذه الأعمال مع الدولة في مرحلة لاحقة. أرسل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمي كتابا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامي يطلب فيه رفع الدعم عن السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي لما يشكله ذلك من هدر للمال العام. نعمي قال عبر تويتر: منذ أن بدأنا في دعم السلع المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني لم تنخفض الأسعار بل ارتفع بعضها ضعف الأسعار السابقة للدعم، لذا لن أوافق على دعم هذه السلع حيث يشكل ذلك هدرا للمال العام مع الاستمرار بالموافقة على دعم السلع الأخرى عند انخفاض أسعارها بشكل ملحوظ. شب حريق كبير منذ الأمس في بلدة جاج في جبيل وبدأ بالتمدد إلى القرى المجاورة، ونشد الأهالي المعنيين التدخل على الفور من أجل إخماد الحريق قبل خروجه عن السيطرة. نظمت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي جولة على محطتي مياه ينوح ووادي جيلو في قضاء صور من أجل عرض المشاريع المنفذة والتي ستنفذ ويستفيد منها عدد من قرى قضاء صور وبنت جبيل. الجولة التي بدأت من محطة ينوح ثم وادي جيلو، حيث عرض مدير عام المؤسسة وسيم ظاهر خطة واستراتيجية المؤسسة لتطوير قطاع المياه في الجنوب، وأشاد نواب الجنوب بالخطوات المتخذة. احنا لمسنا خطوات عملية، شيء أنجز وشيء قيد التنفيذ وشيء يهيأ له المال اللازم لتنفيذه. الهدف من ذلك هو إيصال المياه إلى كل بيت. اللي شفناه اليوم من خلال الخرائط ومن خلال الدراسات، نحن على ثقة بأنه خلال فترة وجيزة مثل ما تفضلت وقلت أنه إن شاء الله المياه بدأت تتأمن مش بس لكل بيت وإنما لكل فرد.
لما بشكر المؤسسة على هذا الجهود، وهذا أيضا بيعزز ثقة المواطن بالمؤسسات، لأنه الدولة بالآخر تبنى على مؤسسات، فثقة المواطن بمؤسسة تتعزز من خلال هذه المشاريع. تخفيف أيضا سوء التصرف أو الهدر أو كمان الاستغلال من قبل بعض المواطنين. نحن حابين نوصل، مثل عم حطينا استراتيجية طبعنا، حابين نوصل ظرف 5 سنين أمن 24 ساعة مياه لأهلنا بجنوب، أكيد بنوعية مياه شرب. الحمد لله ماشيين على الخطة، تأخرنا شوي بسبب الأوضاع، ولكن هذا شيء ما عرقلنا، رح نضلنا مكملين، وإن شاء الله من هلأ السنة الجاية نرجع نعمل إن شاء الله شيء مع تاني إذا بقينا، والله بقينا وبقيكم إن شاء الله. سوق الكندرجي داخل مدينة صيدا القديمة استعاد نشاطه بعد ركود دام لسنوات، والسبب الفقر والبطالة وغلاء المعيشة. على مدى عقود عدة من الزمن كان سوق الكندرجية أو الإسكافية داخل مدينة صيدا القديمة مجرد حوانيت عتيقة لتصليح الأحذية المنتهية الصلاحية وما شابه. زبائن السوق كانوا قلة يقصدونه من مختلف المناطق، وهم من غير القادرين على شراء الأحذية الجديدة، ما دفع بالعديد من الإسكافيين إلى إقفال حوانيتهم أو استبدالها بمهنة أخرى بسبب قلة العمل ومن أجل مواجهة ظروف الحياة الصعبة. هلا ولا شيء، كله عم تصليح، يعني كل عالم عم يتصلح هلا، ما عادش حدا اشترى، كان الواحد يجيب لك القطعة تتقطع يكبها يجيب غيرها، هلا ما في يشتري، أقل الصباط فوق 60,000. نحن عنا هلا مش مبسوطين، أنا عم بصلح عشان كل شيء غالي، البوية طلع هيدي صرحة 10,000، المسامير كل شيء غالي، الختام هيدي صرحة 30,000 كانت 5,000، كل شيء غالي. يعني الله يعين العالم، نحن هلا قد ما فينا مش عم نغلى على العالم، قد ما فينا عم نراعيهم. عشان العالم الله يعينهم. كانت الشحاطة الكب عم تدرزها المرة، ما عادش يشتري غيره، حقها 20,000 صار، كانت ب5,000. إذن اليوم تبدل المشهد في سوق الكندرجية، ورب ضارة نافعة كما يقال، فمع تصاعد موجة الغلاء وارتفاع أسعار المنتجات والبضائع والكماليات نهض السوق من غفوته وعاد ليعمل بجد ونشاط. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يلتقي المفتي دريان والجماعة الإسلامية. وفد لممثلين عن حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية زار دار الفتوى واستعرض مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والمنطقة، لا سيما فيما يتعلق بصفقة القرن والتأكيد على حق العودة. وبعد اللقاء وصف هنية الموقف اللبناني الإسلامي بالواضح والأصيل والتاريخي. وبعد لقائه أمين عام الجماعة الإسلامية عزام الأيوبي، أكد هنية رفض صفقة القرن وخطة ضم الضفة الغربية والمخططات الإسرائيلية في القدس. اتفقنا على أن خطة وما يسمى بصفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية هي خطة لا يمكن التعاطي ولا التعامل معها ولا الإقرار بإمكانية أن تكون مدخل لحل الصراع بيننا وبين الكيان الصهيوني، بل هي صفقة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ولذلك نحن متفقون على رفض هذه الصفقة، وأيضا متفقون على رفض خطة الضم للضفة الغربية وللمخططات والمشاريع الإسرائيلية في القدس المحتلة. وأكدنا بأن كل هذه المشاريع باطلة، لا يمكن أن تغير الحقائق. الأيوبي شدد من جهته على أن القضية الفلسطينية ليست للفلسطينيين فقط. أهلا بكم من جديد. مناورات عسكرية تركية مشتركة مع شمال قبرص، وإردوغان يعلن استعداد تركيا للتقاسم العادل للثروات شرق المتوسط.
أعلنت تركيا عزمها إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع شمال قبرص، وتجري المناورات تحت اسم عاصفة البحر الأبيض المتوسط، وستستمر لخمسة أيام. وتأتي المناورات وسط توتر متصاعد في شرق المتوسط بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى. وندد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دانديياس بما وصفه السلوك التركي غير الشرعي في شرق المتوسط، مؤكدا أن أنقرة تعمل على زعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة. في المقابل أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا القوية مستعدة لجميع أشكال التقاسم العادل لثروات شرق المتوسط، وقال أن بلاده وشعبها مستعدان لأي سيناريو في شرق المتوسط والنتائج المترتبة عليه. وأضاف أردوغان: سيدركون أن تركيا تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المشحفة التي تفرض عليها. عبر الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أسفه لأن أصدقاء إيران لم يقفوا إلى جانبها في وجه الولايات المتحدة وعقوباتها، بينما هي تعاني إثر الخضر الأمريكي وتداعيات أزمة كورونا. وقال أيضا إن الولايات المتحدة تجردت من الإنسانية بتشديد العقوبات في مثل هذه الظروف. وسجلت إيران أكثر من 380 ألف حالة إصابة كورونا وما يزيد عن 22 ألف حالة وفاة، وما يجعلها في مصاف أكثر الدول تضررا من الجائحة في الشرق الأوسط. بايدن يقول أن ترامب لا يعبأ بمعاناة أمريكا الاقتصادية بسبب جائحة كورونا. اتهم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن الرئيس دونالد ترامب بالعجز عن الشعور بالمعاناة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ نمو الوظائف. وقال بايدن خلال كلمة ألقاها في مقره في مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير: الحقيقة المؤلمة هي أنه لدينا رئيس لا يرى ولا يشعر ولا يفهم، إنه لا يعبأ، يعتقد أنه إذا كان السوق الأسهم في حالة صعود فعندئذ كل شيء على ما يرام. ومع انطلاق كلتا الحملتين بأقصى قوة فيما قد يصبح واحدا من أكثر السباقات الرئاسية أهمية في تاريخ الولايات المتحدة، يبدو أن ترامب سيخوض انتخابات الثالث من تشرين الثاني المقبل فيما لا يزال يعاني الاقتصاد من الشلل، وفي الوقت الذي تحيط به تساؤلات جدية بشأن طريقة تعامله مع وباء كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 187 ألف شخص في الولايات المتحدة. وتفجر جدل آخر حول ترامب عندما ذكرت مجلة أتلانتيك أن الرئيس وصف العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا ودفنوا في أوروبا بأنهم خاسرون، ورفض زيارة مقبرة أمريكية خلال رحلة إلى فرنسا العام 2018 لأنه اعتقد أنها غير مهمة، ونفى ترامب بشدة هذا التقرير. وقال بايدن إنه إن صح ذلك فهو وصمة عار. إلى ذلك أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أن الصين لديها أكبر برنامج من بين الدول التي تسعى للتدخل في الانتخابات الأمريكية، وقد اطلعت بدور أكثر نشاطا دون أن يذكر أي تفاصيل. وكانت المخابرات الأمريكية CIA خلصت أيضا إلى أن روسيا دبرت حملة إلكترونية للتأثير في انتخابات العام 2016 لصالح الجمهوري دونالد ترامب، وكانت هناك تقارير عن أن متسللين قد يحاولون التأثير على الانتخابات الرئاسية للعام الحالي 2020. قاض أمريكي يسمح بتسليم متهمين أمريكيين شاركا في تهريب كارلوس غوسن إلى اليابان. حكم قاض أمريكي بإمكانية تسليم رجلين من ولاية ماساتشوستس إلى اليابان لمواجهة اتهامات بضلوعهما في تهريب كارلوس غوسن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات الذي كان في انتظار محاكمته في اليابان بجرائم مالية. ورفض القاضي دونالد كابل في بوسطن الدفوع التي قدمها كل من مايكل تايلور الذي عمل في السابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي وابنه بيتر تايلور للحيلولة دون تسليم هما ما يفتح الطريق أمام الخارجية الأمريكية لبحث طلب التسليم. وقال بول كيلي محامي تايلور وابنه إنهما سيقدمان للخارجية الأمريكية أمورا لم ينظرها القاضي كابل، من بينها البطولة والشجاعة التي تحلى بهما مايكل تايلور فضلا عن الرفض المتكرر من جانب اليابان لتسليم مواطنيها. ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية على المسألة. سريلانكا تبقي ناقلة النفط المشتعلة على مسافة من ساحلها الشرقي.
أعلنت البحرية السريلانكية أنها ستبقي على ناقلة نفط عملاقة على مسافة 40 كيلومترا من ساحلها الشرقي، بينما تواصل العمل على إخماد النيران الناشبة بها، وقد تم إخلاء طاقمها المؤلف من 23 شخصا مع تسجيل وفاة أحدهم. وكان الحريق شبه صباح الخميس في غرفة المحركات بالناقلة نيو دايموند المحملة بنحو 2 مليون برميل من النفط، ثم امتد لغرفة القيادة، وتمكنت جهود الإنقاذ التي تشارك فيها أيضا البحريتان الهندية والروسية من السيطرة على الحريق دون أن يمتد إلى المنطقة التي تحوي شحنة النفط. والناقلة نيو دايموند عمرها نحو 20 عاما، وتستأجرها شركة إنديان أويل كورب، وقد أبحرت من ميناء الأحمدي بالكويت بعد تحميلها بخام التصدير الكويتي، وكانت متجهة إلى ميناء براديب الهندي. ذكر مسؤولون أن خط أنابيب غاز انفجر بالقرب من مسجد في بنغلاديش، ما أسفر عن مقتل أكثر من 13 مصليا وإصابة 30 آخرين بجروح. ووقع الانفجار الذي يشتبه مسؤول الإطفاء أنه نتج عن تسرب في خط الأنابيب قرب مسجد خارج العاصمة داكا، ونقل العشرات إلى مستشفى حكومي متخصص في علاج الحروق وجراحات التجميل في داكا، معظمهم مصاب بحروق بالغة. وأعلن منسق وحدة الحروق أن عدد القتلى قد يرتفع نظرا لأن الكثير من المصابين في حالة حرجة. أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 26 مليون شخص أصيبوا بوباء كورونا على مستوى العالم، وأن نحو 873 ألف شخص توفوا جراء الإصابة بالوباء. وتم تسجيل الإصابات في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالة الإصابة في الصين في كانون الأول عام 2019، وتصدرت الولايات المتحدة القائمة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني والهند في المركز الثالث، فيما حلت روسيا في المركز الرابع. الخبر الأخير مع الصفحة الرياضية. أفاد تقرير بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيبقى مع ناديه الحالي برشلونة المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم تفاديا لنزاع قانوني، لأن عقد ليو ينتهي في حزيران 2021. وقال: لن أذهب إلى المحكمة ضد برشلونة النادي الذي أحبه، فهو أعطاني كل شيء منذ البداية وقد صنعت حياتي هنا. أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط الألماني الواعد كاي هافرتز من باير ليفركوزن ل5 سنوات. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تشيلسي دفع حوالي 94 مليون دولار أمريكي فاصل 34 للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 21 سنة. وسجل هافرتز 46 هدفا وصنع 31 في 150 مباراة مع ناديه الألماني. نجت اليابانية نومي أوساكا من فخ الأوكرانية صاعدة مارتا كوستيوك في الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوز صعب 6-3 6-7 و6-2 لتبلغ دور 16. وبدت اللاعبة اليابانية بعيدة عن مستواها لأن مارتا صمدت أمام ضرباتها. وستلعب أوساكا الفائزة بلقبين في البطولات الأربعة الكبرى مع الإستونية أنات كونتافيت في الدور الرابع. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.